الأولى كرة لك تعاد من الدفاع ماتياس ناني يحاول الملعب. هذه الإعادة لكرة ماتياس ناني، الكرة اللي فيها شك، والكرة اللي فيها شك أيام زمان كان فيها شك ولا تستطيع بأن تصل إلى اليقين، لكن مع وجود الفار بإمكانك أن آخر بغاية تقدم يسجل، يتقدم ويسجل فيصل بهدف المباراة الأول. كرة من خلالها لا يمكن طبعا أن لا ينجح في أن يسجل بغى فيصل الذي بإمكانه طبعا وشاهدنا ذلك كثيرا أن يسجل من الكرة لناصر النصر يتقدم في الجهة اليمين. ناصر يحاول في هذه اللقطة لمحسن اليزيدي تمريرة أمجد عطوان يسرع الله الله في هذا الموسم للمرة الأولى أمجد عطوان الأسد العراقي يسدد ويستغل تقدم حارس المرمى بكرة اصطدمت في أحد مدافعي نادي قطر. صعبة جدا صعبة جدا رياح الشمال في هذا اللقاء وفي الجولة الثالثة اليوم وحتى اللحظة خسارة جديدة خطأ يحتسب كرة طويلة رأسية هدف تقليص الفارق يأتي للملك هدف تقليص الفارق قبل 10 دقائق من النهاية يأتي بهذه الكرة من مبينزا وهذه الرأسية من الجزائري بن عمري يقلص الفارق لنادي قطر وعشر دقائق في الطريق وما زالت الثلاث النقاط في أرضية الملعب ارتقى ووضع هذه الكرة في المكان المناسب لتستقر في الشباك و